أخ طالب يعني بعت سؤال بيقول أنا عندي 20 سنة طالب، تعرفت على إحدى زميلاتي في الجامعة وبيننا، هي في نفس سني وبيننا يعني إعجاب أو حب زي ما كتب في السؤال، وأتصل بها وبيننا تواصل من خلال الهاتف يعني، لكن لا أهلي ولا أهلها يعرفهم، ووالدها يرفض إنها تتجوز طالب، وفي نفس الوقت أنا خايف إن أنا أتركها حتى لأن أنا بحبها بشكل حقيقي زي ما هو كاتب في السؤال يعني. فالسؤال هل ما أفعله هذا حرام أم حلال، مع العلم أن أنا لا أفعل شيء يعني محرم؟ طب ما بيعمل إيه؟ ما بيعملش شيء محرم يعني، هو بيعمل إيه؟ يتواصل معاها؟ بيتواصل معاها يعني، مجرد التواصل عبر موقع التواصل مثلا أو التليفون أو كده. في سبب لهذا التواصل؟ هو بيقول الإعجاب والحب سبب يقبله الشرع. هو طبعا هو بيتكلم على الإعجاب، إعجاب وحب خليك في حالك. أيوة ماشي، ما الحب ما حدش منعه ما دمت بتحب. حب ده لا ليس إلا سبيل واحد، الزواج أو خليك في حالك. يعني إيه يعني بتحبها في قلبك ماشي، إنما طيب كلام يبقى معناه بتدخل شيطان بيننا. هنتكلم في إيه؟ أكيد في أشياء لا داعي لها. لو أنت بتعمل شيء صح لن تخشى أن يراه الناس، فالصح إيه؟ حب لم يحرمه الشرع، لأن ده عاطفة قلبي مش بإيدك ولا بحد، ده بيد الرحمن سبحانه وتعالى، وقع في قلبك حبها، تمام لحد كده أنت ما غلطتش ولا غلطة، إنما التحول من العاطفة إلى فعل أو تواصل بشكل لا يقره الشرع هتقع في الغلط، أصل مش هيجوزها لطالب، خلاص استنى يا سيدي، استنى لما ربنا ييسر لك أمرك، ليك نصيب فيها هتاخدها، مالكش نصيب، حتى لو بتحبيها وبتحبك وأهليها عارفين وعرفته ورفضوا او اتخطبتوا وفسخ. كم من ناس وكانوا عن حب وعن مش عارف ايه وخطبوا وتفسخ ولم يكملوا، فهي نصيب يا اخوانا. فاذا انت اردت ان تلقى الله عز وجل بعمل صالح انت حبيت خلاص شكرا، كمل حلال بما احل الله سبحانه وتعالى بايه، اما انك تذهب تخطب او ان تصبر وهي تصبر.